اليوم هو السوق صار حقيقي، وتيكون واحد الخصم تيكون استراتيجيات، تيكون لعب بسرعه، زاد بالحارس طيله المباراه، ملي تزيد بالحارس طيله المباراه يعني انه ما عنده ما يخسر. كان الهدف ديالهم هو يدير واحد المباراه كبيره، ما كانش الهدف ديالهم فوز. لذلك احنا كنا دائما تحت الضغط، كنا متوقعين هذا الشيء وشرحت ليه شحال من مره. اللي خصو يعرف المتتبع ان هذه المباراه هذه تختلف على المباريات الاخرين، لانها عنصر المفاجاه باقي فيها، عنصر الدهشه، عنصر اللاعبين اللي احتوا بالاخطاء ولا اللي كيضيعوا اول مره تجربوا، يعني بزاف ديال العوامل شويه بشويه كتبدا تحيد مع مرور المباريات. اي فرقه غتلعب معاهم غادي تشوفهم غادي يكون نفس الطريقه ان شاء الله. ملي كتدخل في المنافسه عاد تتبان القوه ديال الفرق. غير حنا وقفنا ان المنتخب المغربي تلعب مع منتخبات ما تتكونش مهيئه تتسالي نتيجه كبيره. هذه كاس العالم كاع المباريات عنده هجوم بهذا الشكل. الاهم هو خصنا نجيبوا لي 3 بوان باي طريقه.